السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مستر وائل الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الخامس الابتدائي، بنخلص المنهج. خلصنا يونت 2 كونسبت 2 3. في اخر كل كونسبت زي ما احنا عارفين بناخد الحته بتاعت سينك الساينتست، ولو في استيمن اكشن. اخر ليسون لينا ان شاء الله في هذا الترم هناخد اول حاجه ريبورت ايفيدنس لايك ساينتست. طبعا ان ذيس كونسبت زي ما احنا متعودين في اخر كل كونسبت يو هاف ليرند ا لوت اباوت what happened to the matter when it is heated هنا في كوما okay او cooled or mixed with another substance. طبعا لو حصل heating او cooling فانت كده بتغير the state of matter. لو عملتها mixing مع another substance، لو ما حصلش chemical reaction فانت كده عملت mixture، صح كده. لو حصل chemical reaction وطلع new substance فانت كده عندك compound. خدنا المعلومات دي باستفاضة، فدلوقتي بقى جه دورنا او جه دورك انت، يعني try to think like a scientist by writing your question. احنا بنسأله لك غالبا، حط الكليم بتاعك، الاجابة و your evidence and your scientific explanation about one of the main topic. هو ادام بيقول لك about one of the main topic، يعني انت اللي اختار التوبيك، يعني انت اللي تختار question، يعني مش لازم الكويتشن ده خالص. احنا زي ما قلت لك احنا مساعدينك، عايز تسال نفسك اي سؤال تاني الحته دي متروكه ليك تماما. تمام كده، اختار one of the main topic on this concept through the four steps اللي احنا متعودين عليها، اللي هم الكويتشن والكليم والايفيدنس والساينتفك اكسبلانيشن. يعني مثلا تعال نشوف السؤال اللي هو قايله what happened to the mass. Mass is constant okay of substance when it is heated or cold or cooled or mixed with another substance. الإجابة mass is constant، ما فيهاش تغيير. اعمل heating، اعمل cooling، اعمل mixing مع اللي انت عايزه، ها مفيش. mass is constant اوكي يا شباب. ايه الايفيدنس بتاعك؟ قول مثلا لو جبت 10 جرام من سولت مثلا مع 10 جرام من بلاك بيبر، هيطلع المجموع بتاعهم او الميكشر ده هيطلع 20 جرام. حتى لو عملت كيميكال رياكشن، هات 10 جرام مثلا من الفينجر مع 10 جرام مثلا من الصوديوم بايكربونات او اللي هو اللي بنسميه بيكنج صودا، هيطلع لك المجموع 20 رغم ان في كيميكال رياكشن حصل. ايه الساينتفك اكسبلانيشن؟ قول مثلا ماس از اماونت اوف ماتر ان ذا اوبجكت ويتش ريمين كونستنت. قول عندك الستيت اوف ماتر، ايه هم ثلاثه ستيت اوف ماتر، قول ايه الفرق بين ميكشر وكمباوند. متروك لك تماما تعمل اللي انت عايزه في حته سينك الساينتست اوكي. طيب تعالوا نشوف ستيمين اكشن كده، يعني حاجه في الـ في الـ في الـ في المجتمع بتاعنا او في اليونيفيرس بتاعنا او في الورلد بتاعنا احنا بنستخدمه، ليه علاقه بموضوع اللي احنا خدناه دي كلمه ستيمين اكشن اوكي. بوترو اور فورس. طيب احنا عارفين ان الاوشن والسي الووتر فيهم بتبقى سولتي ووتر، عارفين ان الريفرز والليك مثلا بتبقى فريش ووتر، صح كده. طيب هل السولتي ووتر دي احنا ينفع نشربها؟ لا طبعا. شباب انتوا شايفين الماب بتاع الورلد اوكي، واكيد كلكم طبعا خدتوا الكلام ده في الدراسات الاجتماعيه. احنا عارفين ان اباوت 71% اوف ذا ايرث بلانيت از كفرد ويز ووتر، ولكن اللي صالحه للشرب منهم اونلي 3% دي الفريش ووتر، ولكن 97% يعني معظم المية اللي موجودة في العالم نون درينكبل ووتر لانها سولتي ووتر، صح كده؟ تمام. يبقى بوت ترو اور فولس يا شباب، ذا سولت ووتر اوف سي اند اوشنز مالهم از كونسيدرد از ا ميكتشر. ايوه، مش هي ووتر ده فيها شويه سولت وشويه مينرالز اخرين، صح كده، وممكن نلاقي فيها شويه ديرتس، يبقى ميكتشر. ايوه ميكتشر، صح كده. تمام. The component of mixture can be separated. Yes, can be separated by easy way. عايز تعمل separation للسولت اللي هنا، اعمل evaporation process. حط شوية water من دول، حطهم في salt bands كده، حتة مفتوحة كده، وسيب الووتر بالسولت دول. الووتر هيحصل لها evaporation بالsunlight. انت ما تعملش حاجة، ها، بالsunlight ويتفضل لك السولت. وقلت دي الطريقة اللي احنا بنحضر فيها او بنعمل بيها التيبل سولت اللي احنا بنشتريه في البيت، هي دي الطريقة فعلا. اوكي. طيب. plenty of water، في ميه كتير في الارث بلانت بتاعتنا، but none to drink، اللي بتشرب منهم only 3%. ها اوكي، بيقول لك many people around the world cannot reach fresh water. الفريش ووتر دي عمله نادره جدا. احنا نحمد ربنا في مصر هنا ان عندنا الريفر نايل والميه بنفتح الحنفيه تجيلنا، يعني وبعضنا كمان مركب فلاتر وحاجات كده، بس يعني الميه بتجيلنا حلوه لغايه باب الشقه بدون اي مجهود. انما في حتت كتيره في العالم بيبقى عندها الفريش ووتر دي مشكله، بالرغم من حوالي 70% او 70% من السيرفيس اوف ايرث از كفرد ويز اوشن اند سي. هم الحقيقه 71% بالظبط يعني، تمام. فقال لك اباوت 70% اوف سيرفيس اوف ايرث از كفرد باي اوشنز. طيب بط
we can't drink the water of ocean and the sea. ليه؟ عشان هي salty water، صح كده؟ because it is a mixture of water مع شوية salt مع شوية minerals آخرين مع شوية dirt تانيين، تمام كده؟ اهي mixture of ايه؟ mixture of water، mixture of salt، mixture of other minerals، في كمان شوية gases، في شوية living organism، في شوية dead organism، اوكي؟ تمام. but احنا نقدر نعمل ايه بقى؟ احنا نقدر نعمل حاجة اسمها desalination process. يعني ايه desalination process؟ يعني ناخد الووتر بتاعت السي والاوشن ونشيل منها كل اللي احنا قلناه ده ونخلي الووتر بس، اوكي؟ نشيل منها من السولت. دي سالينيشن، دي يعني ريموفال، يعني نو سالينيشن جايه من سولت، يعني يشيل السولت من الووتر. يبقى وات، يبقى سوري، بات وي كان يوز دي سالينيشن بروسيس تو درينك ذيس ووتر. يعني دي سالينيشن ات از ذا بروسيس اوف ريموفينج سولت فروم ووتر، من اسمها دي يعني شيل، سالينيشن يعني سولت، صح كده؟ يبقى ات از ذا بروسيس اوف ريموفينج سولت، شيل السولت فروم مين؟ فروم سولتي ووتر، صح كده؟ او فروم الووتر اوف اوشن اند سي. اوكي، طيب بتتعمل ازاي؟ هي في بلانتس بقى، يعني في محطات تحليه للكلام ده، تمام كده؟ احنا عندنا منهم كتير في مصر، عندنا حوالي 80 ديسالينيشن بلانتس، اوكي يا شباب؟ اوكي، محطات تحليه المياه دي، او محطات تحليه المياه البحر بيسموها كده، اوكي؟ تمام، او الاوشن، اوكي. طيب هاو دو وي سيبريت فريش ووتر او فريش درينكبل ووتر فروم ميكتشر اوف اوشن ووتر؟ ازاي؟ احنا ببساطه بنعمل حاجه اسمها ديسالينيشن بلانت، هو محطه تحليه الميه، بيبقى فيه مواسير ضخمه كده هنا متوصله طبعا تحت الميه، بتعمل سكشن للووتر، الووتر تدخل في المواسير دي، الووتر بتاعت مين؟ بتاعت السي او الاوشن دي، وتدخل للايه؟ دي ديسالينيشن بلانت. الديسالينيشن بلانت اول حاجه بتحط فلتر، بيعملوا فلتر، بيحطوا فلتر، بيخلوا الميه دي تعدي على فلتر. ليه فلتر؟ عشان يشيل منها مثلا ايه؟ اي ديد اورجانيزم، اي ليفنج اورجانيزم، اي شويه ويدز، سي ويدز، يعني نباتات صغيره داخله كده مع الميه، اي حاجه اقدر اشيلها بالفلتر ده اشيلها. تاني بروسيس اروح اعمل الايفابوريشن بقى، عندي شويه ميه دلوقتي دايب فيها شويه ايه؟ شويه سولت ومينرال، صح كده؟ اعمل ايفابوريشن للووتر دي باي هيت، صح كده؟ تمام، يتفضل لك السولت والمينرالز الاخرين دول وانا مش عايزهم، الووتر اللي طالعه دي بقت ووتر فيبر، اعمل لها كوندنسيشن، حط كولد سيرفيس هنا كده، الستيم ده يطلع اللي هو الووتر فيبر، يحصل له هنا كوندنسيشن ويبقى مايل شويه كده، بحيث ان الميه البيور ووتر تتجمع في كونتينر. اوكي يا شباب، سهل الكلام. اوكي، يبقى as you have learned كده in the previous lesson that we can use، نستخدم الفلتريشن بروسيس ثم بعد كده الايفابوريشن بروسيس. الفلتريشن قلنا عشان نشيل بيه اي بلانت موجود، اي ديد اورجانيزم، اي ليفنج اورجانيزم، صح كده؟ وبعدين ايفابوريشن عشان احول الووتر دي الووتر فيبر، وبعدين اروح حاطط حاجه كولد سيرفيس كده بس يكون انكلايند مايل كده، عشان الستيم اللي طالع ده اول ما يقابل الكولد سيرفيس يتحول من ووتر فيبر لووتر ليكويد، والووتر ليكويد تبقى نقط ميه كده تتجمع كده ايه؟ عشان هو انكلايند، وتنزل في الكونتينر ده، والكونتينر ده يبقى كده فيه درينكابل فريش ووتر، صح كده؟ يبقى اعمل فلتريشن بروسيس وبعد كده اعمل ايفابوريشن بروسيس، تمام؟ تو سيبريت ذا كومبوننت اوف ميكتشر اوف اوشن ووتر. وير، تعال نشوف هنعمل التو ستيب ازاي. رقم واحد هتعمل لي فلتريشن، ازاي بقى الفلتريشن ده؟ هتعدي الميه على فلتر. طب ولو هتعدي الميه على فلتر هتعمل ايه؟ يبقى ايه؟ ريموف اني لارج ماتيريال ساتش از سي ويدز، اي شويه اعشاب كده دخلت، زي شيلز لو في اي قواقع دخلت، اي فيش، اي لارج اوبجكت، صح كده؟ تمام، فاضل لي بقى الووتر والسولت والمينرال كده مع بعض، وكمان دايب فيهم شويه جاسس، فاضل لي دول كده مع بعض، دول هيعدوا بقى من الفلتر، اهو ووت باثرو فلتر ذات ميك ووتر، ولكن الووتر كده ستيل اندرينكبل، ما فيها سولت اهي، وانا مش هينفع اشرب الميه بالسولت دي، فاروح عامل تاني ستيب بقى اللي هي ايه؟ اللي هي ايفابوريشن. هو وين بويلينج ذا فلتر تو ووتر، الووتر هيحصل لها ايفابوريشن، اهو ووتر فيبر رايزز اب طب ويسيب لي ايه بقى اللي انا مش عايزهم دول؟ ها، ليفنج السولت اند اذر مينرال، مش عايزهم، اروح راميهم تاني فين؟ اروح راميهم تاني في الووتر، صح؟ انا مش عايزهم، ارميهم تاني في الاوشن ولا في السي ده، تمام؟ حلو جدا. وين بقى كولينج الووتر فيبر؟ انا عايز الووتر فيبر ده نعمل له كولينج بقى، هيتحول من فيبر لليكويد، اهو وين كولينج ذا ووتر فيبر؟ ات سيرنت انتو ليكويد ووتر، جمع الليكويد ووتر دي واشربها بقى، اند ات سيف تو درينك، سهل يا شباب. طيب
ايه البروبلم اوف ديسالينيشن؟ انا موافق جدا الديسالينيشن ده مشروع رائع ومشروع جميل، ونحلل لك ميه الاوشن والسي ونشرب ومفيش مشكله. طب هل ليه ديس ادفانتج؟ هو ليه ادفانتج طبعا، بس هل ليه ديس ادفانتج؟ طبعا. ايه البروبلمز اللي بيعملها الديسالينيشن؟ اولا ات ريكوايرد ا لوت اوف انرجي وات از اكسبنسيف. ها ات از فيري اكسبنسيف، وانتم شايفين يا جماعه عشان ابني ده عايز ايفورت وانرجي قد ايه. الموضوع مش سهل، مهندسين وشركات والموضوع كبير، صح كده؟ طيب الموضوع مكلف، انا هدفع فيه فلوس كتير، ده عيب خطير. اوكي تمام. يعني المية اللي انت بتجيلك لغايه باب البيت وبتدفع فاتوره مية كام يعني في الشهر؟ يعني كام يعني؟ 20 جنيه 100 جنيه 80 جنيه ولا حاجه. تمام. المية هنا عشان اعمل لك الازازه هبيعلك بمئات الجنيهات. اوكي. فطبعا لا يعني الموضوع مكلف. اوكي تمام. يبقى it required energy و it is very expensive. حاجة تانية it may lead to environmental problem. ازاي؟ مش انا عمال اقول لك احنا هناخد الووتر الووتر دي وبعدين نطلع منها الديرتس ومش عارف ايه ونسيبها في المية تاني، وكمان هاخد الووتر دي اعمل لها ايفابوريشن واجمع الووتر دي وبقيه شويه السولت والمينرال انا مش عايزهم ارحمهم لك في الميه تاني. طب ما انت كده عمال تزود نسبه السولت والسولت والمينرالز في الميه، وعمال تزود نسبه الديرتس كمان فيها، صح كده؟ طب ما انت بتضر المارين ايكو سيستم كده. تمام كده. يبقى مي ليدز تو انفايرمنتال بروبلم. ازاي؟ سمول مارين اورجانيزمز كان بي هيرت، ممكن تتضر due to suction of water. دي اول حاجه، ما انت مش بتعمل suction of water. مش انا اول خطوه هجيب مواسير كبيره واعمل suction اسحب الميه دي؟ طب ما انت ممكن تسحب شويه living organism وتموتهم. يبقى اول بروسيس كده ان انا ممكن اعمل hurt، اضر كده living organism او المارين ecosystem ده او المارين living organism due to suction of water into desalination planet. اول حاجه انت بتعمل suction، فممكن تشفط كده، وطبعا بتبقى strong suction يعني مواتير محترمه بتعمل suction يعني، ممكن تعمل سكشن للفيش مثلا. اوكي. تاني حاجه الووتر ذات كونتين فيري بيج اماونت اوف سولت. انت خدت الووتر وسبت لي السولت بس، بقى عندي كميه سولت كبيره جدا هترجعها لي في الاوشن او في السي تاني اهو، ذات از بامبد باك، سعادتك هترجعها اهو تو اوشن افتر ديسالينيشن. طب ما انت كده بتعمل ديستربنس في الكونسنتريشن بتاع كل السبستانس، يبقى كان بي دينجرس فور مارين لايف. يبقى وانت بتعمل سكشن عندك مشكله ان السكشن ده بيبقى قوي جدا، فممكن تاخد ليفنج اورجانيزم وتموت ليفنج اورجانيزم كتير. تاني حاجه انت بترجع السولت تاني، فانت كده بتحط شويه ووتر صغيرين فيهم سولت كتير كذا مره، بقى تعمل الحركه دي، يبقى انت بتزود السولت كونتنت في الاوشن ده، صح كده؟ وربنا خلق كل حاجه بمعايير ثابته. ها ربنا عامل دي سولتي ووتر، ولكن يعني ربنا اللي ظبطها من عنده كميه السولت هنا معينه. احنا بقى كهيومن بينج لما عملنا الديسالينيشن بلان ده زودنا السولت كونتنت هنا، صح كده؟ تمام. نوت drinking. طب واحد هيجي يقول لي طب ما نشرب يا مستر شويه ميه حادقه كده عادي، ما نشرب سولتي ووتر، ايه المشكله؟ اقول لك لا، اولا انت مش هتقدر تشربها، يعني طعمها بالنسبه لك مش بلاتبل، طعمها مش حلو يعني. ثانيا دي هتدخلك في دي هايدريشن هتدخلك في جفاف، يعني هتضر جسمك وممكن تؤدي الى داس. اوكي تمام. يبقى ده انت بالعكس، انت عارف لو شربت ميه سولتي ووتر هتبقى عايز تشرب اكتر، ما انت زودت الملح عندك كده في جسمك، صح كده؟ هتضطر تشرب فريش ووتر اكتر. يعني انت لو في الطبيعة هتشرب ازازة مية، لا انت لما تشرب نص ازازة ولا كوباية مية سولتي ووتر رغم ان انت مش هتقدر تشربها، انت تبقى عايز تشرب ساعتها ازازتين فريش ووتر عشان تخفف السولت اللي انت خدته ده. اوكي تمام. يبقى drinking salty water makes the human body dehydrate، هيدخلك في جفاف. اوكي. dehydrate faster which means that the human body lose the water faster. يعني انت شربت مية بس انت محتاج مية اكتر، هتشرب مية اكتر. اوكي. طيب Egypt has about 80 desalination planet. اوكي انا قلت لكم عندنا المحطات دي كتير، عندنا 80 واحده. اوكي. Egypt has over اكتر كمان من 80 واحده، اكتر من 80 واحده من desalination planet. طب check our understanding يا شباب، what true or false. We use desalination process to remove salt from water. الكلام ده صح ولا غلط يا شباب؟ هي desalination process، انا قلت دي يعني نو يعني شيل، salination salt، يبقى desalination process معناها remove salt from water، ده معناها فعلا. اوكي. We can drink salt water، اي حد عارف ان الكلام ده ما ينفعش. اوكي. desalination does not have any disadvantage، ما فيهوش اي عيوب، هو كله مميزات بس. طبعا غلط، مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش disadvantage، مهما كان فيها advantage هي فيها disadvantage. اوكي.
Egypt doesn't have any desalination planet. ما عندناش احنا في مصر any desalination planet. مش لسه قايلين عندنا اكتر من 80 desalination planet. اوكي. فطبعا الكلام ده رونج يا شباب. طيب الحتة الاخيرة برضو في كل لسن كده بيبقى ريفيو مراجعة على اللي احنا خدنا. كان اهم حاجة عندي في الشابتر هو اللي تشينج ان مطر سواء فيزيكال او كيميكال تشينج. فبراجع كده الميلتنج بروسيس والفيزيكال تشينج. دي مراجعة للي يحب يطلع عليها قبل ما نحل اسئلة على هذا اللسن. وبكده يا شباب نكون خلصنا كونسبت 2-3 وخلصنا منهج الترم الاول. اتمنى ان يكون كان سهل علينا وفاهمين والحمد لله عدنا على خير. مرة جاية ان شاء الله نحل اكسرسايز الليسون 7 وبعدين نحل مود الاكزام كونسبت 2-3. اتمنى لكم التوفيق دائما، اراكم على خير والسلام عليكم.